ينسحب على إيش أهمية مجرى عين زبيدة، إيش أهمية سدود الحجاج بن يوسف. هذه هي مشكلة. السؤال عن هذا الأمر مشكلة. الإنسان يرتبط بالمكان إذا عرف قيمة هذا المكان. ممتاز. الآن بما أن السؤال عارض، في دخول شهر رمضان الآن مجسمات شكل الهلال تجدها في الشوارع. صحيح. هذه المجسمات هي هوية لرمضان. نعم. ما هي هوية مكة إذا ذهبت آثارها ومعالمها؟ فقيمة هذه الأماكن هي قيمة هوية مكة. ممتاز. التاريخية الضارب. ممتاز. هي مهد الحضارة. ممتاز. مهد التاريخ. ممتاز. فجوابا على سؤالك أن هذه الآبار المطوية بالحجر الظاهر أنها قديمة، حينما تجد بجانبها نقوش من يبتهلون إلى الله، وتجدها قريبة من مرحلة للحرم، وتجد أن خلفاء المسلمين اهتموا بها، فلا شك أن لها ارتباط لمن يشعر بهذا الارتباط. ممتاز. أما من يشعر بهذا الارتباط فلا تعليق.